السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله بخير وبصحة وعافية. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد. مقطعنا اليوم راح يكون عن أشهر 5 عمليات هروب من السجن. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة إذا حاب تشوفني مرة ثانية. استمتعوا في قصة اليوم. القصة الأولى عندنا ألفريد هندز. بعد ما نحكم عليه 12 سنة بعد ما سرق المجوهرات، نجح ألفريد إنه يهرب من سجن نيتن جام، وبعد عملية الهروب هذه مسكوه بعدها بست شهور. والمشكلة الأكبر بما أنه هو هارب من سجن، قاموا رفع قضية على سلطات السجن عشان هم اعتقلوه بشكل غير قانوني، واستخدم هذه الدعوة وسيلة للتخطيط للهرب من جديد. ومع الأيام أثناء السجن تم تهريب فاتح أقفال إلى ألفريد. وفي يوم عادي مثل ما أنتم عارفين السجناء يحتاجون دورات المياه، بس إذا جو يروحون لازم يكون عليه حراسة مشددة. خذوه الحراس وودوه إلى دورة المياه، ويوم كانوا داخل دورة المياه قدر إنه يسوي حركة تلاعب كذا خفيفة، حشرهم جوا دورة المياه وقفل الباب ومشى. طبعا أكيد قفل الباب بفاتح الأقفال اللي كان معاه وهربوا له. وبعد التخطيط والتهريب خلال 5 ساعات ألقي عليه القبض في المطار. القصة الثانية راح تكون باسم هروب مازا. كان الهروب من سجن المتاهة في 25 سبتمبر عام 1983 في مقاطعة اسمها أنترين في إيرلندا الشمالية. طبعا الهروب هذا يسجل من أكبر عمليات الهروب في بريطانيا. قام به 38 فرد من الجيش الجمهوري الإيرلندي اللي تمت إدانتهم بجرائم تتضمن القتل والتفجيرات. ويعتبر عاد سجن المتاهة من أكثر السجون حماية في العالم، وزيادة على كذا أسوار السجن هذا ارتفاعها 15 قدم، يعني ارتفاع مرة صعب ان شخص يقدر يهرب منه، ومن غير الأسلاك الشائكة اللي تكون على أطراف السجن. ونوع البناية اللي قاعدين يستخدمونها من الحديد، يعني الجدران معروف عنها انها من حجر، جدران السجن هذه من حديد، يعني انس انك تهرب من السجن هذا. طبعا الهروب هذا كان من تخطيط 38 شخص داخل السجن. قرروا في ذاك اليوم انهم يختارون وقت او يحددون وقت عشان يهربون من هذا السجن. اتفقوا مع بعض ان الساعة 2 الليل راح يبدون العملية هذه. ومن خططهم المحكمة اول شيء لازم يسيطرون على الحراس داخل السجن، وسووها وخلوهم رهائن تهديد السلاح. مو بس كذا، خذوا ملابسهم وسياراتهم ومفاتيحهم واغراضهم وتهيئوا بهيئة انهم هم حراس السجن عشان الشيء هذا راح يساعدهم على الهروب. والسجن في روتين كانوا دارسينهم ان الساعة 3:30 راح تجي سيارة الطعام الى السجن عشان تعطيهم الاكل. اول ما وصلت سيارة الطعام هذه فتحوا له الابواب دخلوه، بعدها هددوا السائق هذا ان هو يهربهم من السجن بالسيارة هذه لأنها سيارة طعام، فمستحيل أن أحد يشك فيه، وزيادة على كذا مغلقة فما راح ينتبه لهم أي شخص من الحراسات الخارجية أن في ناس جوا السيارة هذه. طبعاً انجحوا وقدروا يهربون من السجن كلهم. بعد أيام من هروبهم قبضوا على 19 شخص من الهاربين هذولي، والباقيين ساعدهم الجيش الجمهوري عشان يحصلهم أماكن للاختباء. وبعضهم هربوا لأمريكا بس السلطات ما تركتهم، قاعدة تلاحقهم لين تم القبض عليهم. والقصة الثالثة اللي هي هروب السبعة. طبعا السبعة هذولي كانوا سجناء وخططوا ذاك الوقت للهروب من سجن جون كونالي بالقرب من مطار كينيدي في 13 ديسمبر عام 2000. ألقي عليهم القبض في 21 إلى 31 يناير، وسبب القبض عليهم كان برنامج تلفزيوني يعرض في أمريكا صور المطلوبين هذولي. هرب المساجين السبعة من سجن كونالي،
المشدد أمنيا بالحراسة. طبعا خطة هروبهم أنهم هم يأسرون 7 من عملاء الصيانة داخل السجن، و4 ضباط و3 مساجين ليس لهم علاقة بالهرب، بس شافوهم قالوا تعالوا معنا الرهائن. وكان وقت الهروب في أهدأ فترة خلال ذاك اليوم. طبعا الفترة هذه راح تكون فترة الغداء، الفترة هذه تقل فيها الحراسة المشددة وخاصة على الناس الموجودين في الصيانة. قاموا المساجين وسرقوا البطاقات الائتمانية ومفاتيح الحراس وملابس الحراس، وزيادة على كذا برضو في أحد منهم انتحل شخصية ضابط الشرطة واستولوا على شاحنة وهربوا فيها إلى خارج السجن. وحاليا من المساجين هذولي في 5 منهم قاعد ينتظرهم عقاب، واللي هو الإعدام عن طريق الحقنة المميتة، والاثنين الباقيين واحد منهم انتحر والثاني تم إعدامه من قبل. القصة الرابعة اللي راح تكون معنا اليوم باسم ألفريد ويتزلر. طبعا ويتزلر هذا سلوفاكي ويهودي. طبعا الشخص هذا من أحد القلائل اللي الناس تعرف عنه أنه هارب معتقل أوتشفيدز. طبعا تقريره هو خوي الهارب معاه رودل فيربا. كان التقرير هذا يتضمن تفاصيل عن غرف الغاز والمحارق، ونتيجة هذا التقرير تم ضرب عديد من المواقع ومقتل الضباط النازيين والمسؤولين عن نقل السجناء. أما عن تفاصيل الهروب هذه، السجنان هذول فكروا في الهرب في عيد الفصح. وش عيد الفصح ذا؟ طبعا العيد هذا موجود عندهم وهم. قاموا الاثنين هذولي وتسللوا في مخزن فيه أخشاب، وجلسوا في المخزن هذا مختفين عن الكل لمدة 4 أيام، والخطة هذه كلها عشان بس يضللون الحراس. بعد 4 أيام طلعوا ما حصلوا في أحد منتبه لهم، توجهوا للجنوب ملابس أصلا هم أخذينها من المعسكر، ونجحوا أنهم يهربون بدون ما حد يقبض عليهم. والقصة الخامسة والأخيرة في مقطع اليوم، ساومير راويس. هو جندي بولندي اعتقل من الاتحاد السوفيتي بعد الاحتلال الألماني السوفيتي عام 1939، وتم نقله مع الآخرين إلى سيبيريا. وعام 1941 هرب من المعسكر أثناء عاصفة ثلجية مع معتقلين آخرين، واندفعوا للجنوب بس اسلكوا الطرق البرية عشان ما يتقابلون في بلدان بعدين يمسكون. وفي الطريق حصلوا هاربة ثانية بس كانت بولندية اسمها كريستينا، وأثناء عبور الصحراء مات 2 منهم اللي هو كريستينا وماكوسكي. طبعا الموت هذا كان بسبب العاصفة الثلجية والجوع اللي كان في ذيك اللحظة. حتى الهاربين الباقيين قرروا انهم ياكلون الثعابين عشان يبقون على قيد الحياة، وحرفيا وصلوا الى ألتبيك في اكتوبر عام 1941، عبروا جبال الهملايا. ما ادري وش الطريقة اللي استخدموها بس انهم عبروا الجبال هذه. بعد عبور الجبال هذه اخيرا وصلوا الى الهند في عام 1942. طبعا خطة الهروب هذه استمرت لمدة 2 سنين، في الأخير قدروا ينجحون. إلى هنا وصلنا لنهاية مقطع اليوم. اكتبي تحت في الكومنتات وش أفضل قصة بين الخمسة هذه، وأشوفكم في أمان الله يا جماعة الخير. سلام عليكم.